أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا أردت العمل ببعض السنن المهجورة وببعض الروايات التي لا يعرفها الناس رغبة في الانقياد لجميع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل أنا مأجور على هذا أو مأزور؟ إذا شوشت على الناس فأنت مأزور ولست بمأجور، ولا تفاجئ الناس بشيء ما يعرفونه ثم يحصل ارتباك. إذا كان عندك عدد محصور وعلمتهم أول، شرحت لهم أول وهم عدد محصور ورغبوا في أنك تعمل بالسنة فلا بأس. أما ناس من هنا ومن هنا ولا دروا عن شيء وتفاجئهم بالشذوذ هذا ما يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.